ما كانش دابا شي تفضل. إذا متتبعات متتبعين قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من دوار واد وزاج، تابع للجماعة الحضرية بالعروي نواحي الناظور. هاد الناس هادو اللي خارجين وهاد العيالات اللي خارجين، هيا وما يصبروا، هيا وما يصبروا، هيا وما يصبروا، توصلت لهم العظم. لأنه كيفاش لا يعقل، حنا في سنة 2021 وهاد الناس هادو اللي ساكنين في الدوار والزاج تابعين الجماعه ديال العروي محرومين من ابسط حقوقهم، محرومين من الماء، محرومين من الضوء، محرومين من الطريق ما كاينش. البنات يعني ما عندهمش حتى النقل المدرسي اللي خاصو توفروا الجماعه. يعني حنا كنمشيو للجماعات القرويه، الجماعات القرويه في الجبل كنلقاو النقل المدرسي، كنلقاو الى اخره. ما هنايا واحد جوج في العروي، البنت تلقى عندها 17 عام 18 عام كتنوض مع الفجر خصها باش تضرب الطريق باش تمشي على رجليها، والحياه ديالها مهدده للخطر والاطفال مهددين للخطر، لانهم الجماعه ما وفرتش لهم النقل المدرسي كما كيقولوا. طبعا اذا كما كتشوفوا معنا وكما كتبوا معنا الان متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، العيالات ديال الدوار هادو خرجوا باش يحتجوا وعياو 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 من الوعود الكاذبه ديال المنتخبين. وللاسف حنا على الابواب، حنا على الابواب والانتخابات ما بقى ليها والو. طبعا حنا غادي نسمعوا مجموعه من المعاناة اللي كيعانيوها هاد الناس هادو هاد الدوار والدوار والد وزاج، المعاناة اللي كيعانيوها لا ضو لا ما لا طرقان، والناس كتموت هنا بلاطش. السلام عليكم. السلام. انت من الساكنة ديال دوار والد وزاج التابعة للبلدية ديال العروي. انت الان على المباشر على قناة شوف تي في، شنو هما المعاناة؟ حيت سمعت قلتي بانه ما عندنا لا لا ما لا طريق لا ضو ولا حتى شي حاجه. هاد الشيء راه حنا غير الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. تفضلي. حنا سيدي، حنا السلام عليكم. حنا سيدي في هاد المرحله كنعانيو واحد المعاناه كبيره بزاف. هاد المعاناه نتاعتنا شنو هي؟ اننا محرومين من ابسط الحقوق وهي الماء والضوء لاي واحد ممكن كتوفر عليها. حنا ناس كنشوفوهم في مجال القراوي، كنشوف انا بالنسبه لي انا ماشي من هذه المنطقه، انا من الغرب كيف ما كيقولوا. كنمشي كنلقى عروبيه فيها بوطو، فيها يعني غير واحد الدويره صغيره فيها الضو. حنا كنسكنوا في مجال حضري، ما عندنا ما عندنا الضو. والمشكل الاساسي هو اننا كيف ما قلتي في الاول، ولادنا راه حنايا معذبين معاهم لواحد الدرجه ما تصورش. انا عندي بنتي 16 عام كتقرا في الليسي، يعني 5 الصباح كتمشي كتضربها 6 كيلومتر يعني، وكنخاف كنقول دابا يضربها شي كلوشار دابا يدير ولا مالادو. عندي ولدي صغير كيقرا في ابتدائي 4 كيلومتر، وحنا كنسكنوا في مجال حضري، حنا كنسكنوا في مدينه ما كنسكنوش في عروبيه. حنا قريب لنا كلشي، نتوما كيشتو دابا داير بينا الماء داير بينا الضو، يعني حنا عندنا كلشي كاين قريب لنا. الا حنا مشينا رجعنا طرقوا البيبان تاع بزاف الخطاب مده 5 سنين ما كاينش اللي صغى ليهم حتى فاض بينا. مشيتوا عند الناس المجلس، مشينا عند المجلس البلدي. انا جاي لك في الهضره الله يخليك. حنا مشينا حتى حنا العيالات تقهرنا، مشينا عند رئيس المجلس البلدي ما كنلقاوش، ما كيستقبلناش، درنا به شكايه. استقبلنا سيد الباشا الله يكثر خيره، استقبلنا وعطانا وقت وهضر معنا، هو بسببه باش تبنات هذا البوست وباش جاو هاد البوطوات. سيد الباشا عطانا قيمه واستقبلنا، انا كنشكره من هذا المنبر، هو اللي جاب لنا هذا البوست، هو اللي جاب لنا هاد البوطوات. مي سيد رئيس المجلس البلدي، انا كنطالب سيد المجلس البلدي رئيس المجلس، فاش دخلنا عنده هما العيالات كامل كيسمعوا، دخلنا عنده قلنا ليه اسيدي حنا كنجيو عندك ما كنلقاوش الاسلوب باش جاوبني. قال لي انا عندي ولادي، وحنا مشينا عنده في واحد الوقيته وجيزه، مشينا عنده في واحد الوقيته لانه بلاصه الخدمه وقت الخدمه، فهمتي؟ بغى ولادو عنده الحق، انا ما حرمتوش من ولادو، الا عنده ولادو غادي يمشي عندهم في وقيته انها ما راهاش فوق الخدمه. سمح لي هو عنده ولادو. لا سمح لي. ولكن اسمح لي غير اسمح لي. لا هو راه رئيس ديال الجماعه. اها. راه خص اول حاجه يفكر فيها
هي المنطقه باش يقضي الاغراض المواطنين. بالفعل انا داك الشيء باش جاوبته، هذا هو الجواب باش جاوبته سيدي كامل. حنايا العيالات كاع عندنا وليداتنا، شوف هكا قلت لي شوف سيدي، انت على الاقل كنعرفك ولدك وصلتيهم كبروا ديورهم، اما انا ولادي راهم كيقراو في المدرسه وغيبوا حيت ما داروش درس، ما عندهمش الضوء وغيبوا. انا ما كنتش كنحضر هنا في العروي، كنت خارجه مدينه العروي، ولادي تغيبوا سيمانه. قال لي انا عندي ولادي، الا عنده ولاده هويا كاين واحد اخر اللي غادي يخدم في بلاصتو، يعني هذا ماشي اسلوب الاستقبال. فاش قلنا ليه الدول ما خرج الميزانيه، درنا واحد الفلاش خايب ما فهمناش كي دار ليه، هبط جيبهم من تحت البيرو وقال لي واش نجبدهم لك من هنا الفلوس نتاع المجلس البلدي، واش نجبدهم لك من هنا؟ هي الميزانيه مخلصه، كلشي كاين، كلشي موجود، يعني ما كاينش اذان صاغيه. حنا مشينا وطرقنا البيبان، مهما طرقنا البيبان ما لقيناش اذان صاغيه. داكشي باش التجانا لجمعيات حقوق المستهلك، داكشي باش طلباتكم المستهلك الله يعطيك السر، هذاكشي باش طلباتكم هذه الجمعيه باش جينا نهضروا على حقها. حنا صافي انفجرنا واحد الدرجه ان بناتي عندهم امتحانات وما لقاوش كيديروا باش يقراوا، ما كاينه كونيكسيون لا ضوء لا حتى شي حاجه، هما راهم مهنيين وحنايا معذبين. ما كاين لا نقل مدرسي لا حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه هنا. ها كيف ما كتشوفها انت الطريق ودوز من الداخل تصور ديور، ها انت كتشوف كلشي بعينك، كلشي كتشوفه بعينك، يعني هنا ما كايناش ابسط حاجه هي ما كايناش البركاسه، راك شفتي كلشي بعينك، بركاسه ما كايناش. هاد البلاصه هنايا راها مهمشه عباد الله، مهمشه. واش حنايا كنرميو كنصوتوا على عباد الله باش يخدمونا ولا باش يخدموا مصالح ديالهم وتاع ولادهم؟ إلا كان بغى يخدم المصالح نتاع ولادو كاين واحد الاخرين غادي يخدمو. الشعب حنا مهما كنصوتو على واحد لأننا كنديرو فيه الثقة. أنا مهما هضرت دابا في هاد الساعة لأنني صافي انفجرت باش نمشي، عينا من الوعود الكاذبة. رجالنا راهم ما طلقونا حتى شابو فيما مشاو كيصيفطوهم اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا مدة خمس سنين وحنايا مقهورين في هاد الناحية. ماشي غير حنا، شوف سرح الفوق شوف شحال تاع الناس محرومين من الماء والضو. قلت لك أبسط الحقوق بركاسة هي الأخرى محطوطة حدانا. كيف ما بغيتيش هاد النساء بأنهم غاديش ينفجروا؟ هاد النساء راهم الطاقة ديالتهم انفجرات. مهما أن الرجال عطاونا حرية باش نخرجوا راح توصلت فينا العظم. حنايا اللي كتشوف فينا راه هاد العيالات كاملين اللي كتشوف ولادهم راهم معذبين واحد العذاب الشديد، 4 كيلومتر تضربوا ولادهم باش يمشيو يقريوهم في مدرسة، ومدرسة ما كايناش. إلا كانت الشتا هنا مستحيل تفوت، هنا إلا كانت الشتا مستحيل تفوت من هاد المنطقة، مستحيل تفوت. دابا غنسولو، أنت عندك وليداتك ومجموعة من النساء كاين اللي عندهم وليداتهم هنايا، كلشي عندهم كلشي. دابا فاش كيكون داك الظلام واش كتلقوا وليداتكم كتغامروا؟ كنمشيو حنا كنوصلوا، ما يمكنش راه مهددين الخطر. لا ما يمكنش، مع الساعه الجديده راه كتجي الوقيته ديالهم 5:30 ما كاينش. انا الجامعه ما عطاتكمش الطوموبيله ديال النقل المدرسي؟ ما كاينش نهائيا. انا اصلا مشيت عند واحد النقل المدرسي يعني تاع وديرو خصيصا ديالو هويا دير النقل المدرسي، قلت ليه بناتي نخلص عليهم حيت عندي الظلام. قال لي ما يمكنش كنوصل الشانطي ما يمكنش ندخل لابيست. هذاك مشيت عندهم. هذه راه تابعه للمجال الحضري، وانت كتشوف اسيدي بان راه جايه في وسط المدينه، يعني ما جاياش بعيده على المدينه، وحنا محرومين من ابسط الحقوق. واش هل يعقل بان واحد البلاصه ما فيهاش الماء والضو؟ ما يمكنش الضو والماء ما نساش. وجابوا لنا البوست وخليه، مشيت عند رئيس المجلس البلدي قال لي ماشي شغلي، 8 شهور درت معاهم حتى فوق ما جاو. بهذه المناسبه هذه كنبغيو يعني كنشكروا السيد الباشا. لا السيد الباشا كنشكروه بكلمه الكلمه نتاع كاع هاد النساء اللي معايا هنايا، بان استقبلنا استقبال حار وعطانا وقتنا، وهو اللي دار هاد الالتفاته لينا وهضر معاهم وقال لهم هاد الناس خصكم ما تخلوش يبقاو يجي، هاد المعاناه تاع هاد العيالات ما خصهمش يكونوا قدامي. مشكور جزيلا، ماشي زعما انني كنافق ولا شي حاجه، انا كنقول داك الشيء اللي كاين، ولو كل ما استقبلنيش هو غنقولها فرشمو، فهمتيني؟ هو اللي شاف فينا، هو اللي هضر لنا هذه المبادره باش جاتنا البوست باش جاونا هذا الركيز، ماشي هو هضر معاهم ما غاديش يجيبوا لنا. لا ما يكونش هذا الشيء، حيت اصلا رئيس المجلس البلدي مشينا عنده له هو الاعضاء ديالو كيقول لنا سيرو 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 سيرو، حنا غادي نساوهم ما غاديش حنا نساوهم، كيجروا على المجلس البلدي عندنا الحق. ها السيده ها هي تقدر تهضري. دابا 5 سنين حنا هنا بلا خمس سنين حنا بلادو، الديور الضريبه مسموح لنا نخلصوها، كلشي مسموح لنا نخلصو، مي ابسط الحقوق عندنا. ما كنطالبو حتى شي حاجه، كنطالبو بالماء والضو ديالنا يدخلنا، وكنطالبو مدرسه لهاد الولاد. راه كتشوفهم قداش شحال الدراري الصغار شفتيهم بعينك، هادو كلهم ساكن كل الصباح كيضربو 4 كيلومتر 5 كيلومتر. هادي ما خصهاش تكون هادي كاع، هادي
شتي ما خصهاش كاع تكون هذه. علاش حنا في مجال حضاري باش الدراري مازال يبقاو يمشيو 4 كيلومتر؟ راه صحاب الباديه وعندهم ترونسبور. عندهم ترونسبور وعندهم النقل المدرسي. عندهم النقل المدرسي 70 كيلومتر 80 كيلومتر خارج المجال الحضاري كتلقى الجماعه قرويه عندها طوبيس وعندها سياره ديال النقل. فإلا خسرات السياره ديال النقل كيكون سياره اخرى. ولكن حنا في سنه 2021 وفي واحد المنطقه يعني اللي هي تابعه للمجال الحضاري تابعه للمجلس البلدي ديال العروي وما كاينش النقل المدرسي. ما كاينش النقل المدرسي. واسمح لي استاذ، قلت لك مشيت انا بصفتي، مشيت عند ذاك النقل المدرسي اللي بريفي، قلت ليه نبقى نخلص لك توصل لي بناتي. قال لي واشنو قال لي؟ قال لي ما نقدرش، ها انت بسبب الطريق. بلاتي اسمح لي واخا ندوز لكم. قال لي بسبب الطريق غنوصل بناتك غير الشانطي، يعني بهذه العباره الشانطي ويمشيو. وانا عندي المشكل في هذه البلاصه، ماشي في في في, في الطريق الرئيسيه. عندي مشكل في هذه البلاصه بناتي، شدوا يمشيو واحد في هذا الصباح. واحد البلاصه كتكون عامره بزاف بسكيريه والشتا وكل شيء، يعني وكيمشيو. ها انت كتشوف بناتي هذو كيقراو في الليسي. هاد البنات ممكن واه بناتك يهضروا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني اش من المستوى الدراسي انت عندك؟ عندي العام الاول في لافاك. عام الاول في لافاك وكتمشي ما كتخافيش؟ كتمشي في هذا الخلا هذا كتمشي اري ما خايفاش؟ انت عندك لافاك ما خايفاش؟ كتمشي بوحدك وفي الظلام في هذه البيستا هذه ما خايفاش؟ والمجلس البلدي، المجلس البلدي يعني محرمكم ابسط الحقوق. وسائل النقل المدرسي ما كايناش، وسائل النقل يعني النقل تفضلي يعني عينا ما نهضروا. راه ضروري كنخاف. تفضلي. ضروري كنخافوا في الصباح، كنمشيو في الصباح بكري كيكون باقي الظلام وكنتعذبوا، ولكن باغي نوصلوا لطموحاتنا، يعني كنكافحوا على ود الاحلام ديالنا. شنو الرساله ديالك اللي كتوجهيها للمجلس البلدي او رئيس جماعه العروي نواحي الناظور؟ شنو بغينا كتوجهي انت كطالبه؟ بغينا تمشي 4 كيلومتر 5 كيلومتر على رجليك وكتغامري؟ بغينا ابسط حقوقنا، بغينا النقل المدرسي، وبغينا الماء، بغينا الضوء. في الجائحه ديال كورونا كنا كنتعذبوا باش نشارجيو التليفونات ديالنا، كنمشيو للقهاوي باش نشارجيو التليفونات، وكنمشيو للديور بعاد علينا باش نشارجيو تليفوناتنا. والطريق ما كايناش، وكنفيقوا في الصباح كيكون الظلام. كما يعني كما كتبوا معنا الان متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، احنا الان كنتواجدوا في دوار واد الوزاج. واد الوزاج تابع هذه دوار واد الوزاج، راه في المجال الحضاري، تابع المجال الحضاري والمجلس ديال البلدي ديال العروي. هاد الناس هادو مجموعه من السكينه والعيالات خرجوا كيحتجوا لانهم وصلت لهم العظم، ما عندهم لا طريق لا ما لا ضو لا نقل مدرسي. تفضل. شوف سيدي، هاد النقطه نتاع بنت جارتي، بناتي اللي كانوا حداها بنت جارتي، انها كتمشي لافاك كتقرا. حنا جينا في واحد الفتره ما عندنا ما دور لا حتى شي حاجه، جينا في فتره كورونا، خصنا اول حاجه الماء، تعقيم ما كاينش. ملي كنجيبوا هذاك الماء كنمشيو كنشريو. عندنا ولادي قراو العام الفايت على بعد، عن بعد، خصنا الضوء وخصنا الكونيكسيون باش نخدموا ولادنا على بعد، يعني التلفازه قال لك بان خصهم يقراو في التلفازه. هاد التلفازه اول حاجه ما كايناش، كنضطر نهز ولادي. لا انا ماشي انا كنهضر انا بصفه شخصيه، ولكن كنهضر بصفه عامه. كنهز ولادهم وكنمشيو، كل واحد كيمشي عند شي عائله عنده باش يقرا ولادي. كنوصل 12 الليل وحده الليل باش نجيب ولادي، وممنوع اننا نخرجوا. الا تلاقمنا البوليس غادي يشدونا، هما خصهم يديروا البحوث ديالهم. يعني تحرمنا في هاد كورونا، تزمتنا بزاف، كنا محبوسين في الدار مده 3 شهور، ما عندنا لا مالادو، ما عندناش كي غندير نمشيو تنسقيو. فهمتي؟ يعني حنايا مهمشين بالعربيه كما كيقولوا، حنا مهمشين هنايا، حنا نساونا في هذه المنطقه، حنا بحال ما كاينينش، ما عندناش ولاد. كيف ما قلت لك في الاول وسبقت لك، قال لك رئيس المجلس البلدي انا عندي ولادي. حنا عندنا حاشاك هنا ماشي ولاد، هادو حنا غير جبناهم من الخلا وصافي، حنا ماشي عندنا ولاد، رغم ان حنا عندنا ولاد صغار، اما هو وصلهم لواحد المرتبه تبارك الله وكبروا. حنا عندنا ولادنا صغار كيف ما قلتي، في 5 الصباح يمشيو يخرجوا يمشيو للمدرسه وما كيلقاو حتى شي حاجه. هذا هو المشكل اللي كتعاني منه هاد السكينه نتاع واد الزاج، كتعاني منها لدرجه انهم كيبكيو الدموع. صافي ولاو دايرين كلهم ديورهم للبيع باش يخويو من هاد المنطقه، دايرين كلهم ديورهم للبيع باش يخويو من هاد المنطقه، لان هاد المنطقه من عاد ما من كل شيء، من عاد ما من كل شيء، يعني حتى واحد ما كيعطيها حتى شي التفاته. كاين شي تدخل اخر؟ شي واحد شي تدخل اخر؟ لا داعي لذكر الاسماء، غير باش نكونوا واضحين. انت طالبه؟
لا انا كنقرا في الليسي، كنقرا في سانكيام. شنو هي الرساله ديالك اللي كتوجهيها للمنتخبين؟ باغي توجهيها للمنتخبين او رئيس المجلس البلدي؟ تفضلي. انا طالبه اللي محرومه طبعا من ابسط حقوقك، اللي محرومه من النقل المدرسي، ومحرومه من 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 طبعا محرومين من الطريق، محرومين من الماء، ومحرومين من الضوء. دابا انت باغي تقراي، باغي تطالعي، باغي تخرجي شي ماده، ما عندكم حتى الضوء باش تشارجي التليفون، باش كتكون عندكم امتحانات. عاودي لينا وحكي لينا انت الان على المباشر على قناه شوف تيفي، حكي المعاناه ديالك انت كطالبه، حكي المعاناه ديالك. انتم محرومين بزاف ديال الحويجات طبعا، حكي المعاناه ديالك. كان الاساتذه كيعطيونا الدروس، كيديروا الجروب لكاع التلاميذ، كياخذوا الدروس وحنايا ما كناخذوش حيت ما عندناش الضو، والتليفون كيدي شارجا وحنا ما كنلقاوش فين شارجيو. كنمشيو عند الناس بعاد باش نخرجوا التمارين، شي نهار ما كنخرجوش التمارين، كنمشيو عندهم كيخرجونا. كيخرجونا من. وقلتي بانه كديو التليفونات للناس للديور والقهاوي باش تشارجيو التليفونات ديالكم. نعم. ياك. نعم. تفضلي. كنطالبوا يكون طريق طوبيس باش نمشيو، ما كنلقاو الطريق بعيده، كنلقاو الطريق بعيده. كنمشيو مع الصباح كنخافوا بزاف، كنخافوا ماشي خطره، ماشي ما كيكونش الوالد ديالهم. انا المراه كنوصلهم، هادو راهم بناتي اللي كيهضروا. انا في 5 الصباح نخرج باش نوصل بناتي، يعني الخوف عليا وعلى بناتي. الحمد لله ما كاينش نقل مدرسي، وكنشوف هاد البلاصه اللي كتشوفها الظلام. الا ما حضرتيش وشتي بالتليفون ما تقديش تفوتي، وداك التليفون اصلا ما كيكونش مسارجي، كيكون ديشارجي. يعني هادي راه معاناه كثيره. واحد مع 5 الصباح مخرج بناته باش يمشي، وانا كنمشي كنوصلهم حتى للمدرسه ونرجع باش نوصل عاوتاني لاخر، عاوتاني للمدرسه اخرى. يعني معاناه كثيره كنعانيوها في هذه البلاصه، معاناه كثيره. الاخت نعيمه، انت من السكان؟ انا من السكان الضوئه ديال هذا الحي هذا. نعم. واد والزاج. والزاج تابع لجماعه العروي الحضاري. جماعه العروي. العروي كتبان لينا فقدتي الثقه من المنتخبين كاع. انا حاليا انا نكذب عليك، كنقسم بليمين ما كنظنش غادي نصوت على شي واحد اللي كتلاقى معاه كنقول له ما تصوتش، حيت ما كيخدموناش. ما كيخدموناش. فاش كيربحوا كيعطيونا وعود كذبه، فاش كيربحوا كيمشيو كيخدموا حبابهم وكيخدموا ولادهم ويرسوا ولادهم. كيف ما قلت لك سبقتها عاودت رئيس مجلسي قال بلدي، قال لك عندي ولادي. يعني هادو مهمشين، واش فهمتيني؟ هادو مهمشين. الاخت نعيمه، واه كرساله اخيره، الرسالة اللي بغيتي تقولي للمنتخبين، المنتخبين ورئيس المجلس البلدي ديال العروي. انا هذه الرساله الاخيره ديالي، راكم كتشوفوا انني هضرت بواحد الحرقه. انا هضرت، ماشي هضرت كاني غير انا بوحدي، هضرت بجميع الاخوات اللي كيسكنوا حدايا. يعني كلهم غير الكلمه بقات لي راه بسببهم كاملين، كنهضر بسببهم لان هادشي شفتو حتى المعاناه عندهم. انا كنقول لهم ديروا الله يعطيكم الصبر واحد الالتفاته هنا، والله يخليكم مهما صوت عليكم شي واحد راقبوه، ماشي غير كتاخذوا بلاصتكم وكتسمحوا فينا، حنا اللي كنضروا ماشي نتوما. عافاكم، خصكم تخليوا الناس خدي الاخرين يديروا فيكم الثقه مره اخرى باش ترشحوا. اغلبيه الناس راه ما كيبغيو يصوتوا على حد بسبب واحد، كما كنقولوا بالدارجه حوت وحده كتخن الشواري، ولا حوت وحده كتخن الشواري. واحد ما خدمش والاخرين كاين اللي غيخدموا، كاين بلايص اللي غيخدموا، كاينين شباب، كاين افق كثيره اللي غادي يخدموا هذا المجلس، ولكن ما عطيتهمش فرصه باش يخدموا هذا المجلس. يعني كنطالب من سيد رئيس المجلس البلدي ما حد باقي في هذه الخدمه ديالو يشوف لنا من ناحيه نتاع الضوء، من ناحيه نتاع الماء، ومن ناحيه نتاع الطريق، ومن ناحيه نتاع النقل المدرسي. واخر حاجه بركاسه هي الاخرى، ما عندناش فين نرميو الازبال ديالنا، ما عندناش. كنضربوا واحد المسافه راكم شفتوا بعينكم باش نرميو الازبال ديالنا. المجلس البلدي كيجي كيديرها باشا، يعني اللي مشكور. الله يعطيك السر. اصلا ذاك النهار فاش مشيت خدمات الباشا اللي غيديروها المجلس البلدي، حنا وقف معنا الباشا. راه قلت لك كيف ما كتشوف هذا الشيء، راه خدم الشخص الوحيد اللي وقف معاكم في المعاناه. الباشا عطانا حتى استقبال، حتى استقبال استقبلنا، عطانا كلمه زوينه. سمعنا فهمتي؟ سمعنا. واحد دخلنا عنده ما كيهضرش معنا، كيخدم في التليفون، ما كيستهزا. دخلت عنده البنت كتقول حشومه في التليفون كاع ما سوق لنا. قلت له سيد الرئيس حط التليفون وهضر معنا، حنا جينا عندك مده، حنا كنطلبوا باش نتلاقاو معاك. فهمتي شكون اللي بغى التليفون؟ اولا السلام عليكم. حنا محسن، لا داعي لذكر الاسماء. لا 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 لا، انا اصلا ما كنعرف حتى شي واحد. حنا بغينا الضو بغينا. تخيلوا معايا، واي واحد يحط نفسه في هذا الموقف منين تنوض لك بنتك ولا ولدك
في الليل باش غادي تدوي؟ منين تنوض لك بنتك ولا ولدك صغيره باش غادي تدوي؟ باش تشوفها واش كتبكي؟ شنو تشعل تليفون ما عندكش اصلا، ما عندكش فاش تسرجيه. شنو تشعل الشمعه؟ كتشكل خطر علينا حنا، الشمعه كتشكل خطر علينا، والبوطه ما كتصلحش للدراري الصغار. واي واحد يقدر يعيش بلا ضو حتى حنا نقدروا نعيشوا بلا ضو. وشكرا. الكلمه الاخت عيشة. الاخت عيشة زين، الاخت عيشة اللي عارفه زين هذيك باش نجبدوا شي سميه ديال شي واحد. وي وي ممنوع يعني تهضري على المعاناه. حتى انت راكي من الساكنه ديال واد وزاج، وزاج حتى انت راك تعاني بحالك بحال كاع هاد العيالات هادو. احكي لنا على المعاناه ديالك مع الوعود الكاذبه ديالك. حنا 5 سنين وحنا بالوعود الكاذبه، فوق ما وصل، فوق ما وصل الانتخاب غايجيو يعطيونا العهد بان غيدخلوا الضو، ندخلوكم الضو وندخلو لكم الماء. هما يفوت داك السيمانه ولا شهر ديال الانتخاب يقولوا لك راه حنا خدامين، راه حنا مازال ما ترسيناش، راه حنا هادي، راه حنا هادي، راه حنا هادي. مني غيسالي صافي يوقف كيقول لك الصندوق خاوي. باش غندير لك انا راه الصندوق خاوي، وحنا كنعيشوا واحد الحاله يعني مزريه. واش عباد الله كاين شي بنادم عنده الضو متنقل؟ انا عندي واحد البلازما صغيره متنقله، تمشي حاجه الطواليت خصني نهزها، نمشي لشي بلاصه خصني ندق شي واحد في الظلام خصني نخرج معها نخرجها. وعندي الولد الصغير وخرجت من الخدمه كنوض مع الفجر نضرب الطريق منا المحطه باش نمشي المليليه نخدم. الطريق والو منا حتى المليليه باش نخدم، وكل شيء الظلام، ما كاين لا لا تنقل ولا الماء ولا الضو. وكل مره تمشي تدق على الجيران تجيب حاجه باش ديرها في الثلاجه، ودابا الصيف سيغتو الصيف فين غديرها؟ جيبها اليوم غدا رميها. واش هو الرئيس يبغي يعيش هاد الحاله؟ ما يقدرش. وشحال المرات كنمشيو عنده ما نلقاوش، نهار مشينا نقول للموظف نعطيونا النمره ما كايناش. تصور انت يا شي موظف ما عندوش النمره ديال الرئيس؟ سوني با فغي هاد الشيء، ما كايناش. سيرو سيرو كيقولوا لنا سيرو سيرو كلشي غيكون خير. 5 سنين 5 سنين غيكون خير، غيكون خير. حنا ما شفنا والو، ما شفنا والو، وكندقوا على الديور كل وحده كتقول لك انا معصبه، انا واش قرعه د الماء؟ شي قرعه د الماء، شي هاك دير لي نسد الليحه، شي دير لي صارجي لي تليفون. احيا عينا وحنا في السونتر ديال لافي، ها لافي ها ها الاخر، حنا في السونتر ديال لافي وما عندناش الضو. هاد الشيء راه عيب يعني، انايا بعدا عندي عيب، عيب باش نقول ما عنديش الضو، ما عنديش الضو، لا ضو ولا ما. كي داير الحياه اللي غتعيش نتايا؟ والحنوش نوض في الليل، نوض في الليل منين غت دابا يكون دابا الشمس، ونهار ما تكونش الشمس باش غنسرجي ديك الطاقه؟ خصني ندير الشمعه. كل مره دور على بريكه وشعل الشمعه ومشي بها للطواليت ومشي بها لاخور، شوف خرج بها وشوف بها الدري. وانا عندي الدري صغير عنده 2 ونص. تقدر استاذ تصور الديور من يعني هاد الشيء عيب يعني في الحقيقه عيب. تصور زعما من هنا تصور الديور يعني الرئيس الا ما قادش على الواجب ديالو غيرحل. كاين الناس اللي غيخدموا يرحل ما قديتش تخدم ارحل. هناك الناس، هناك المجازين. حتى توصل يوم الانتخاب ها انا ها انا ها انا انا في الاخر لم نرى شيئا، كل شيء كذوب، كل شيء كذوب، ما شفنا والو. الرئيس الا ما قديتش على الخدمه كتقد كيقول لك انا عندي ولادي، وحنا عندنا القرود، سمو عندنا القرود حنايا، هو عنده ولادو حيت هو راه عنده الفيلات عنده، ما انايا عندي الدار ما محرشاش، كلشي تقابي، ايوا نوض غير الظلمه، واحد البوله اللي ما قادش على شي مسؤوليه يرحل، يمشي عند وليداتو يرحل يرحل. لا باقلين اللي عنده شي مسؤوليه قاد بها راه خاصو ينسى كلشي، ينسى كلشي، الهموم ديال المواطنين، يشوف المواطنين، يدير الاغراض ديال المواطنين. اما اللي ما كنشوف راسي ما قادش على المسؤوليه، كنشوف المسؤوليه كبيره عليا، نمشي نقابل وليداتي نقابل المشاريع ديالي ونديها في راسي. اه انت هذا رئيس البلدي ما خصوش يقول هاد الهضره هذه طبعا. وما عطاش الكلمه، ما عطاش كلمه حلوه
المواطنات. خلانا نلتجئوا للجمعيه ولتجئوا لكم الصحافه، هذا هو اننا ما درناش واحد الالتفات. صافي يعني حنا تقهرنا، حنا صافي استهزأ بينا وتقهرنا، ولقينا الحل الوحيد هو اللي حل لنا الابواب وهو سيد الباشا الله يخليه والله ينصره، هو رقم واحد، هو اللي وقف معنا، وقف معنا في كل شيء، وعطانا يعني كيعرف اللوجيست باش كيهضر واستقبلنا مزيان. والسلام عليكم. شكرا لالا. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، حنا في هذا الحي هذا ماشي دوار، لانه دوار كيكون خارج المجال الحضاري، هذا حي واد وزاج داخل المجال الحضاري وتابع الجماعات العروي نواحي الناظور. هاد العيالات خرجوا وصلت يوم العظم، حنا في سنة 2021 يا حصراء، والناس ما عندهمش، الناس ما عندهمش، ما عندهم لا ما لا ضو لا ترقان. كاين العيالات هنايا عندهم بنا وليداتهم كيتمشاو 4 5 كيلومتر ومحرومين من النقل المدرسي، ومازال الناس كما كتقول هذه المراه هذه مازال كيسقيو، مازال كيمشيو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا متتبعين غندير واحد الجوله في هذا الحي هذا باش نوريو المعاناه الحقيقيه ديال هذه الساكنه هذه ديال هذا الحي هذا، حي واد وزاج. حيدو من الطريق، حيدو هودو، يلا حيدو عطيو. اذا كما كتشوفوا هذا هو الحي. انتم كما كتشوفوا حنا في واد وزاج تابع المجال الحضاري وتابع الجماعه العروي نواحي الناظور. شوفوا الناس فين عايشين، أو شوفوا الناس ما عندهم لا ماء لا ضوء لا طريق. دابا 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 حنا كنفكروا إلا كانت شي مرة مسكينة حاملة ولا شي واحد جات ليه لاكريز بغى يعيط للإسعاف، سيارات الإسعاف بغى يعيط للوقاية المدنية، كي غايدير باش يعيط؟ راكم سمعتوا دوك الطالبات هضروا، قال لك كنمشيو حتى للقهاوي باش كنشارجيو التليفونات، ولا كنمشيو عند الديور عند الناس كنشارجيو التليفونات. دابا غير شي مرة اللي كانت حاملة هنايا، أولا شي حد جات ليه شي كريز، أولا في شي حد مثلا في حالة حرجة، كي غايدير باش يهز التليفون باش يعيط الناس ديال الإسعاف أو الناس ديال الوقاية المدنية باش يعتقوه، باش يعتقوه. راه التليفون كنعرفوا التليفون راه شحال من واحد عتق هنا. الناس كما قلت غادي نعاود نقولوها بانه الا كانت شي مراه حامله او لا شي حد جاتو شي كريز او لا شي واحد في حاله حرجه، كي غايدير باش يهز التليفون باش يعيط؟ والناس ما عندهم لا ضو لا ما لا طريق لا حتى شي حاجه، والتليفونات كما سمعتوا هذوك الطالبات هضروا مسكنات، هضروا بانهم كيمشيو حتى للعروي لداخل المدينه باش كيسارجيو. ها انتم فين؟ ها انتم هاد الناس هادو راه كاملين حتى شي واحد ما عنده هنا الضو، ومحرومين من الضو، ومحرومين من الماء، ومحرومين من الطريق، من ابسط الحقوق. ها انتم كما كتشوفوا وكما كتابعوا. والناس طبعا مشكورين السلطات المحليه، لانه السيد الباشا ديال العروي اللي دار معاهم واحد المجهود كبير بزاف، عوض هاد الخدمه هادو اللي خاصهم يديروها هما الناس ديال المنتخبين ورئيس ديال الجماعه، ماشي ديال الباشا، ماشي الباشا. ولكن راكم شفتوهم شحال من مره يعني شكروا الناس ديال السلطات ديال العروي، وشكروا على راسهم السيد باشا العروي اللي مشكور صراحه. اي واحد دق بابه، اي واحد دق الباب ديال الباشا، يعني الباب ديال الباشا كتبقى كتكون مفتوحه في وجه اي واحد. والصراحه بهذه المناسبه دي كنبغيو نشكروا السلطات المحليه هنا بالعروي وعلى راسهم السيد باشا العروي. تفضل لالا، يعني
كرسالة أخيرة. كاين باقي واحد داك الفوق تما حتى هما نشوفو فين؟ هذاك دوك الدور اللي حتى هما مشاو خرجوا معنا حتى هما داروا ياك لالا واش قدرت طلع حتى الفوق؟ ماشي مشكل، حنايا جولة في هاد الدوار. يعني ماشي غير هاد الدور اللي كاينين، اللي كاينة حتى دوك الفوقاني أنت. محرومين. هاد الديور أخوتي كما كتشوفوا هاد الديور هادو تدار هنايا ما عندها لا ما لا ضو، وهاد الحي هذا راه تابع لجماعة العروي داخل المجال الحضري. هاد الحي هذا حي واد وزاج راه تابع الحي الجماعة الحضرية العروي وداخل المجال الحضري. انتم كتشوفوا مجموعه من الديور كاينه هنا، كاين في هذا الحي، كاينه في هذا الحي هذا، والساكنه في المعاناه، عايشين في المعاناه. شوفوا كل شيء كيعاني هنايا، كل شيء كل شيء. هادوك عندهم ما عندهم الضوء، هادو ما عندهمش الفوق، يعني حنا هادو المنطقة هادوك الفوق عندهم. هادوك حتى هادوك ما عندهمش، هادوك لا ما لا ضوء. وحنا شوف الطريق كرسالة أخيرة، شنو باغي تقولي للرئيس المجلس البلدي ديال العروي والمنتخبين ديال جماعة العروي؟ لأنكم أنتوما كتعانيوا وعايشين في التكرفيس وعايشين في القهر وعايشين في العذاب وكتطالبوا بأبسط الحقوق، شنو هي الرسالة اللي باغي توجهها للمنتخبين ديال العروي؟ كيف واحد النقطة فاش كنت جاي كنت جاي كتهضر كتقول لك كانت شي مرة حاملة. ولدي الله يرضي عليك. كيف ما قلتي قبيلة بأن إلا جات شي مرة حاملة كيغدير تمشي. راه حنا باقي كنهضروا، السيدة عاد دابا ولدات وجات، ما قصتش في دارها حيت ما عندها حتى هي لا ضو، ما عندها ماء، ما عندها تليفون لتشارجي. اضطرات في الأواخر نتاع باش قربت تولد، قربت تولد مشات عند صاحبتها في المدينة، قصت عندها هي داتها للسبيطار حتى ولدت اليوم عاد جات. يعني كيف ما قلتي حتى امرأة إلا جاها غير إجهاض في الليل راه ما عندهاش كدير باش تصل حتى بلومبيلونس كما قلتي، ولا تصل غير بشي واحد يجي مور طاكسي يجي يديها ولا شي حاجة. الرسالة الأخيرة ديالنا كنطالبوا بالمجلس البلدي ككل، لا بالرئيس ديالهم لا بالاعضاء ديالهم، يديروا واحد الالتفاته للساكنه. ماشي كنهضر غير على ان غير على الوزاج، راه كاين بزاف نتاع الناس اخرين، يعني كاين بزاف نتاع الناس اخرين محرومين من الماء والضو، لقيناهم بزاف محرومين من الماء والضو. يديروا واحد الالتفاته ولا ارمى عليهم شي واحد شي صوت يقدوا به، الله يعطيهم الستر، يعني يخدموا الناس. هذه هي الهضره الكلمه الاخيره ديالي، اللي بغى شي مسؤوليه وبغى ينتخب وبغى يترشح يعني ما يخصو تيكون قد بديك المسؤوليه. هذه هي الكلمه الاخيره ديالي وشكرا. اذا متتبعات متتبعي قناه تفضلي اللي بغيت نقول هذه سنه ديال 2021، واش مازال شي واحد عاد بلا ما بلا ضو بلا طريق عايش؟ واش يقدر شي واحد يعيش بلا هادو؟ لا ما لا ضو لا طريق حتى شي حاجه، علاش بنادم غادي يعيش؟ ما كاينه حتى حاجه اللي غادي يعيش عليها بنادم، كي غادي نديرو حنا نعيش؟ واش حيوان؟ اي حاجه اي حاجه، بنتك ناضت لك بالليل ما عندكش اي وسيله باش غادي تنوض معاها، لا تليفون باش تسرجي، ما تقدرش دير الشمعه، الشمعه خطر علينا، البوطه خطر علينا، ما يمكن لينا نديرو حتى شي وسيله. واش يبقى الواحد في الظلام؟ ما يمكنلوش، ما يمكنش كاع، وكنطلبوا بالضو وبالماء ويصيبوا لينا الطريق حتى هي. وحنا راه حنا ما غاديش نصوتوا حتى على شي واحد كيف ما بغى يكون حتى يوفروا لينا الشروط ديالنا، وشكرا. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، وصلنا نهايه البث المباشر هنا من حي ولاد وزاج التابع لجماعة العروي. إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.